أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة نجحت على مدار السنوات القليلة الماضية في التغلب على معظم التحديات والمشاكل التي تواجهها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصونة عقب انتهاء اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا. وأضاف مدبولي أن الاجتماعات المشتركة نجحت في نقل التعاون بين البلدين إلى مرحلة قوية. والحقيقة إنني سعيد اليوم، وده الحقيقة اللي أنا يعني أوضحته النهاردة في بداية الجلسة، إن إحنا على مدار السنوات القليلة الماضية تغلبنا على أغلب التحديات والمشاكل اللي كانت بتواجه واللي كانت دائما موضوع لنقاش اللجنة المشتركة، وأصبح النهاردة بننتقل إلى علاقة أخرى، إن إحنا بننظر إلى تطوير العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا في مشروعات جديدة. بنتكلم مش يعني أنهينا الحمد لله كل المشاكل والتحديات، ولم يعني يعد غير حاجات بسيطة جدا، ولكن أصبحنا النهاردة بننتقل في علاقتنا الاستراتيجية نحو كيف يعني نزيد وندعم من العلاقة والروابط في مجالات المستقبل، مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والعديد من المشروعات الهامة التي تحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا.